يسعد صباحكم عن جديد. أما هلا نور رح نروح لأولى فقراتنا وهي فقرة طبية لنحكي عن موت القلب المفاجئ أو الغير متوقع وهو سببه فشل وظيفي بيؤدي إلى توقف القلب بشكل مفاجئ وأحيانا بتصيب فئة الشباب بتنصاب بهي الحالة بشكل أكبر من كبار السن. أكيد ليلى نحن كتير بنسمع بالموت المفاجئ أو توقف القلب المفاجئ في حالات يمكن عم نعيشها أو نسمع عنها عن الكبار وحكينا سابقا يمكن عن الرضع كيف ممكن يصير معهم هيدا الشيء لنحكي عن أسبابه شو هي فعليا الإنذارات الطبية اللي ممكن نلاحظ عليها هيدا الموضوع يمكن عم نسمع عنه بالآونة الأخيرة مثل ما قلتي ليلى عند الشباب. المعلومة الطبية دائما نحب نتعرف عليها من الأخصائي الطبي ليكون عندنا معلومة صحيحة لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر. معنا الدكتور يعقوب مرهج أخصائي بأمراض القلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي شو هو المقصود بموت القلب المفاجئ. صباح الخير. موت القلب المفاجئ حسب تعريفه بالمرشدات العلاجية له تعريف واضح محدد بالمرشدات العلاجية حسب الجمعية الأوروبية لأمراض القلب 2022 تم تعريفه بأنه حصول موت مفاجئ طبيعي من المفترض أن يكون يعود إلى سبب قلبي حيث الوفاة تحدث خلال ساعة من بدء الأعراض عند الأشخاص المشاهدين من قبل الآخرين أو تحدث الوفاة خلال آخر 24 ساعة تم مشاهدة في هذا الشخص على قيد الحياة. وفي تعريف إذا قلنا الموت القلبي المفاجئ بتعريفه بتشريح الجسي أنه الشخص التوفي تم تشريح الجسي له بيّن وجود سبب قلبي أو تشريح جسي عطى ما عطى أي سبب آخر خارج قلبي وبالتالي عزي لسبب قلبي وجود اضطراب نظم في القلب. الموت القلبي المفاجئ يعني شائع جدا شائع نسبيا وبالتالي نسبة حدوثه عالميا عندنا بشكل حوالي 50% من أسباب الوفيات القلبية المفاجئة تعود لأسباب لأمراض قلبية وعائية. عندنا في أوروبا لحالة 300 ألف حالة وفاة سنويا بالموت القلبي المفاجئ. ب 50% من الحالات التظاهر الأول للمرض القلبي الوعائي يكون الموت القلبي المفاجئ. وبالتالي نحن بنحكي عن شيء شائع جدا. ويشكل الموت القلبي المفاجئ اللي بيحدث دون إنذار غير متوقع حوالي 10% من مجموع الوفيات عالميا بأوروبا لحالة. وبالتالي احنا بنحكي عن نسبة كبيرة من الناس تتوفى فجأة ولذلك تم التصديق عليه ونزل جايد لاين خاص فيه ومرشدات علاجية للتعقيب عليه ومعرفة أسبابه وطرق الوقاية منه. هي نسبة شيوعه وبالتالي نسبة الشيوع تزداد يعني نسبة الشيوع لها علاقة بالعمر. نسبة الشيوع عموما نسبة الشيوع الموت القلبي المفاجئ بس نحكي كلمتين عن الموضوع بشكل واحد بالأطفال الصغار والرضع 1 بالـ100 ألف من مجموع الناس. إذا حكينا بالعقد الخامس من العمر تصل النسبة إلى 50 بالـ100 ألف من مجموع الناس. بالأعمار العقد الثامن من العمر ترتفع النسبة إلى 200 حالة بالـ100 ألف حالة من مجموع الناس. وبالتالي نحكي عن نسبة كبيرة لسبب للموت القلبي المفاجئ ولذلك تم التصديق عليه وتم دراسته بشكل معمق لمعرفة الأسباب. وبالتالي هي نسبة الشيوع نسبة الانتشار وبالتالي نحن ما نحكي عن شيء يعني مثلا إذا اعتبرنا أنه دائما المرض القلبي الواعي بيجي المريض بألم صدري أو نقص ترويي بس 50% من الحالات التظاهرة القلبية التظاهرة الأولى للمرض القلبي الوعائي هي الموت المفاجئ. قديش بنسمع الناس فجأة ما في شيء توفوا يعني غالبا بيكون عنده مرض قلبي غير ظاهر فجأة صامت فجأة ظهر بتوقف قلب مفاجئ. طيب دكتور قبل ما نحكي عن الأسباب وممكن يكون بعض العوارض لو كان يعني مرض صامت ممكن هي تكون بالنسبة لنا إنذار أو تنبيه لنتنبه للحالة الصحية خلينا نحكي شو الفرق بين إذا بنقول الموت المفاجئ للقلب أو النوبة القلبية إذا بدنا نعرفهم طبيا لأنه أي شيء بنحكي بما يتعلق بالقلب دائما الناس بتربطه بالحياة أو الموت يعني. الفرق بين النوبة القلبية والموت المفاجئ الموت يعني موت توقف القلب عن العمل وبالتالي فترة من الزمن تؤدي إلى موت الدماغ وبالتالي نحن شخصنا أو أكدنا حالة وفاة هي الموت القلبي المفاجئ إن نحن مات المريض يعني. أما النوبة القلبية هي إلى كرايتيريا للتشخيص يعني هي الكرايتيريا حسب المرشد العلاجي للجمعية الأوروبية هي 2 من 3 ألم صدري وصفي بترافق مع تعرق مع غثيان مع ثياب ينتشر للرقبة والفك والعنق بترافق مع حس غثيان دون اقياء هذا الالم بيزيد على الجهد بخف بالراحه وبالتالي المريض اللي بيحقق هالكرياتيريا مع شغلات اضافيه مثل تبدلات بتخطيط القلب او بخماء القلب هذا ساعتها ندخل نحن بتعسير نوبي قلبيه
او بين قوسين متلازمه كليليه حاده، المتلازمه الكليليه حاده، فهي الفرق بيناتهم. الموت القلبي مريض مات، اما المتلازمه الكليليه او النوبه القلبي ان المريض لا يزال على قيد الحياه بس لكن حقق معايير الكراتيريا تبع تشخيص متلازمه كليليه حاده بالمعنى الطبي والناس العاديين بيسموها جلطه او نوبه قلبي. طب دكتور خلينا نحكي شوي عن أسباب، وحضرتك ذكرت أنه مو كل الناس بيكون عندها أعراض ظاهرة لهذا الشيء، بس أنه شو هي أسبابه الأساسية؟ نحن مدام بدنا نحكي هلأ عن الأسباب. الأسباب لها علاقة بالعمر وتختلف الأسباب حسب العمر. في هون لغط بين كثير بالناس من زمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام، يتم دائما اي شخص توفى لو كان شاب عمره 15 سنه والله مات بجلطه قلبيه، الناس بتفكر هي الجلطه القلبيه متعارف عليها عند كبار. تماما صحيح. بالعلم الموضوع مختلف تماما، والموضوع له علاقه، الاسباب لها علاقه بالعمر، اسباب الاعمار الصغيره غير الاسباب بالاعمار الكبيره. بدنا نحكي اذا الاعمار اقل من 50 سنه والاعمار اكبر من 50 سنه. بالاعمار الاقل من 50 سنه بس بدنا نعرف شغله، في مرض هو نقص الترويج، جلطه بسموها بالعاميين هي اسمها بالمعنى الطبي كورونري ارتري ديزيز، داء الشرايين الكليليه، هذا هو اشع سبب للموت القلبي المفاجئ بشكل 80% من اسباب الوفيات القلبيه المفاجئه، وفي عندنا 20% اسباب اخرى. لكن هو بشكل 80% النسبه تختلف حسب العمر، الاعمار اقل من 50 سنه اسبابها الى اسباب مختلفه عن الاعمار الكبيره. بدنا خلينا بالاعمار الاقل من 50 سنه. 50% من اسباب الوفيات للاشخاص العمرين اقل من 50% تعود الاسباب لسيطره للاضطرابات الوراثيه البدئيه في شيء اسمه كهرباء القلب وجهاز الناقل للقلب، واضطرابات وراثيه بنعرف القلب بيتكون من جهاز ناقل، من عضل قلبي، من شرايين. بالاعمار الصغيره والشباب في شيء اسمه اضطرابات وراثيه بدئيه بالكهرباء بجهاز الكهرباء الناقل للتنبيه بالعضله القلبيه، والاضطرابات وراثيه بالنسيج العضلي تبع القلب، واضطرابات بسجدات مناشئ الشرايين الكليه. لذلك بالاعمار الصغيره نحن دائما يجب ان ننتبه كوننا اطباء الى هذه الاسباب، لانه هي من اشيع الاسباب للموت القلبي المفاجئ خصوصا بالاعمار الصغيره. طبعا لا داء الشرايين الكليه المتعارف عليه هو سبب هام وسبب كبير للموت القلب المفاجئ، بس بالاعمار تحت ال 50 سنه لاحظنا بالفتره الاخيره كثير عم بتصير هي الحالات عند شباب صغار، يعني شباب صغار. اي هلا هون اسباب نحن هلا بدنا نختصر حديثنا ونحكي عن هالفئه الشبابيه. نحن بنسمع كثير شاب عمره 20 سنه مات، شاب ما يلعب رياضه مات، شاب زنادي ما كنا نسمع نوبة إلى علاقة بالرياضيين. هذه هون الحديث مختلف تماما. هون بدنا نحكي عن اسباب الموت القلبي المفاجئ الغير المتداوليه اللي زمان واحد طبيب قلبيه ودارس ومبحر ما بيعرفها، هي مثل ما حكينا اسباب وراثيه إلى علاقه بالخلل بالكهربائيه القلب. في عندنا كذا متلازمه موجود من تنتقل بشكل وراثي بتعمل هذه بتعمل موت قلبي مفاجئ. من عددنا في عندنا اسم متلازم اسمه بروغادا خلل بأقنية الصوديوم، عندنا متلازمات تطاول كيوتي خلقية ومكتسبة من أسباب الموت القلبي المفاجئ، عندنا خلل حسب البطين الأيمن مولد لانظميات، عندنا مجموعة أمراض وراثية وأسباب أخرى شائعة هي اضطرابات وراثية بالعضلة القلبية. في عندنا مرض مثلا بسبب موت قلبي مفاجئ وخصوصا عند مثلا بنشوفه عند الرياضيين هو اعتلال عضلي قلبي ضخام، هو مرض شائع هو ما له علاقه بالجلطه المتعارف عليها اللي بيحكوا عنها، هو من احد اشياء الاسباب بسبب موت قلبي مفاجئ هو خلل بالنسيج العضلي تبع العضله في القلب. يعني الرياضه هي بتكون هي السبب او بيكون هو اخر شيء ما لها علاقه بالرياضه؟ خلل وراثي هي هذه الامراض اللي بتسبب موت قلبي. بس لما نقول خلل وراثي كيف بدنا نعرف؟ يعني هلا بنعرف نحن في ناس بتولد معها تشوهات خلقيه او شيء وراثي، بس في اجراء طبي ممكن يتم كشفه باكرا للناس اللي عندها خلل وراثي؟ مثلا ممكن الاهل الاب او الام يكون عندهم مثلا طبعاً مشكله بالقلب هي ممكن تنتقل للابناء طبعاً. شو هي يعني شو هو الشيء الطبي اللي ممكن انا من خلاله اعرف اذا في خلل وراثي ولا لا؟ هلا بس نكفي عن الاسباب. وفي شذوذات مناشئ الشرايين الكليه هي من اسباب الموت القلبي المفاجئ. نحن هلا خلينا نحكي بالشباب اللي ينحكى انه الشباب فجاه ماتوا باعمار صغيره، هذه يجب ان تكون ناقوس خطر فورا للاهل لا فورا يعملوا. طبعا اذا صار موت قلبي مفاجئ المات مات ما فينا بقى نعمل له شيء، نحن الهدف وقايه قبل الوقايه الناس الثانيين. فعندنا في شيء اسمه اقارب الدرجه الاولى. اي شخص شاب صغير صار حدثت تحت عمر 50 سنه بعمر 30 40 مات فجاه يجب ان يكون باسرع وقت اقارب الدرجه الاولى. من هم اقارب الدرجه الاولى؟ الاب والام
والأخ والأخت والأبناء يجب أن يذهبوا إلى طبيب قلبي ويعملوا فحص قلبي دقيق. هذه هي ناقص الخطر، يعني لأنه هون نحن بنشك حما تصير وفاة بأعمار صغيرة دون سابق أنذار، بنشك بأشياء وراثية وقد يكون أفراد العائلة الأخرى مصابين بنفس التنازل. يعني دائما هذا لازم يكون وراثي دائما؟ مشر ليس دائما مشر. لكن نسبي عالي، النسبة الأعلى. لذلك أي مثلا واحد عمره مثلا ابنه مات عمره 15 سنة أو 19 سنة، يجب أن أخواته البقية أخواته فورا يأخذوا عن طبيب قلبي ويعمل لهم فحص. هلا بنحكي شو هو الفحص اللي نجي بنعمل، لانه هون دائما الشك هون يكون في شغلات وراثيه قابله للعلاج، اغلبيه الشغلات قابله للعلاج بعد اجراء تقييم دقيق. هون مو مثل لما يتعرفوا عليه مثل لما نحكي انا هي النقطه الاساسيه انه والله مات جلطه، هون الموت ليس جلطه، هون خلل كهربائي بالقلب او خلل بالنسيج العضلي تبع القلب او خلل بالاندخال تبع عضله النسيج العضلي للقلب، غير شيء متعارف عليه. هذا هون اللغط اللي ما يصير فيه انه اي وفاه صغير شاب صغير ما يقولوا انه جلطه، هذا الكلام غير صحيح علميا. هو خلل مثلا واحد ما يتسبح بالمسبح مثلا بالجمعيه الاوروبيه، مثلا واحد شاب صغير ما يتسبح ومات فجاه المسبح، هذا مثلا بيجيبوا لك انه لازم تشيك فورا بشيء اسمه متلازمه التطاول كيو تي، خلل كهربائي بالقلب فورا. هو واهله لازم يندرسوا من شان هالموضوع الى طرق علاج خاصه فيه، او واحد مثلا بعد تناول شرب كحول، او واحد بعد جهد شديد صار معه توقف قلب فورا، افراد العائله الاخرى يخضعوا لتقييم قلبي دقيق. طيب دكتور قلت رح نحكي مفصلا عن شو هو الاجراء الطبي اللي ممكن يقوموا فيه الاهل من خلال الفحص الطبي لان اعمل حاله وقايه نوعا ما. هلا نحن اول شغله الاجراءات الوقائيه مثلا بدنا نميز بحالتين، انه هذا الشخص مثلا توفى يعني توفي بدنا بقى الاجراءات الوقائيه هدف للعائله للاخرين صحيح. وفي حاله ثانيه انه هذا الشخص تعرض مثلا لنوبه قلبيه لرجفان الى تسرع بطيني وتم انعاشه كمان هذا بدنا نحكي عن هالسيناريوهين. السيناريو الاول انه شخص توفى، الاهل ضاجوا ابنهم بعمر صغير او شخص صغير توفى، بدنا هذا فورا الاقارب الدرجه الاولى بيذهبوا فورا لعند طبيب قلبيه. طبيب القلبيه طبيب مختص بامراض القلب هون لازم فورا يعمل فورا شيء اسمه عندنا بالطب فحص، يعني قصه سريريه مفصله العمر، شو عنده سوابق مرضيه، شو عنده في شو قصه عائليه سابقه للمرض القلبي، شو عنده سوابق دوائيه، شو عامل جراحات. بعد ابي طبيب بيعمل بياخذ من المريض قصه مفصله بينتقل لشيء اسمه فحص سريري. فحص سريري عادي بيجري اي طبيب مثلا بيبين معه قد يظهر شذوذان. الخطوه بعد الفحص السريري اللي يجب يجريها طبيب القلب هو تخطيط القلب الكهربائي، تخطيط الراحه. تخطيط الراحه مثلا اذا كان في شذوذات، في شذوذات بتكون موجوده دائما على التخطيط، في شذوذات الى بدها اختبارات معينه لتظهر على التخطيط. في اذا كانت شذوذات من الامراض اللي تم الى تعمل شذوذات دائما على التخطيط بيشوفها الطبيب القلبي وبتنبأ او بتوجه للخطوه اللاحقه للاجراء التشخيصي. هي اجراءات تشخيصيه هي عباره عن خوارزميه تتضمن مجموعه نقاط. بعد الفحص الدقيق اجراء تخطيط القلب فورا يعني بيتنبأ الطبيب القلبيه الشغله بالكهرباء القلب او العضله، بينتقل لشيء اسمه اجراء ايكو قلب، ايكو قلب تفصيلي كمان بيعطي. بعد هالتنتين بيعود لطبيب القلبي وحسب خبرته وحسب الموجودات اللي طلعت معه من هذه الاجراءات التشخيصيه للتنبؤ للخطوه اللاحقه للتشخيص، لانه في خطوات لاحقه تتضمن هولتر تخطيط 24 ساعه، هذول كلهم نحتاج لهم تخطيط نظم 24 48 ساعه لمراقبه نظم القلب، لانه هون بنحكي عن سبب ما له علاقه بنقص الترويم، مو جلطه، هون بنحكي عن خلل لا نظميه ادت الى الوفاه. بعدين من الخطوات اللاحقه اذا ما طلع شيء بالهولترات في اجراءات ثانيه قد يطلب له تصوير متعدد الطبقه المحوريه او مرمام قلبي وشغلات اضافيه، وتوصل الى اجراءات معقده اكثر في بعض الامراض بدها توصل اجراءات معقده، اجراء دراسه الكتروفيزيولوجيه للقلب، وفي بعض الامراض تتطلب يعني مثلا واحد شكى من نوبه دوخه وفقد الوعي بتجيب السنه مره، هذا في ناس صار بينعمل لهم هذا بتركب لهم جهاز بيراقب نظم القلب على مدى سنه، بيجي بتراقب نظم القلب على مدى بتزرع تحت الجلد. فهي الخطوه الاولى مثلا نحكي بالمتوفر لدينا بالشيء العملي انذار اي شخص توفى بعمر صغير تحت عمر بالعمر العشرينات ثلاثينات على الاهل ان يخضعوا بقيه افراد العائله وخصوصا اقارب الدرجه الاولى لفحص دقيق يتضمن فحص سريري، قصه سريري، تخطيط قلب، ايكو قلب، والاجراءات اللاحقه للمساعده في التشخيص
يحددها الطبيب المعالج. أما فورا يجب أن يخضعوا لتقنين، لأنه هون نحن أمام غالبا اضطرابات وراثية إما بالعضل أو بالكهرباء القلب، غالبا قابلة للحل. طب دكتور، ذكرت حضرتك انه غالبا بيكون وراثي، بس خلينا نحكي شوي عن انتشاره. مثل ما ذكرنا من شوي انه كثير منتشر هاي القصص، وخاصه عند فئه الشباب. دائما بتروح الناس فكره انه يمكن حاله نفسيه، او يمكن في من الارجيله او من الدخان، هاي الشغلات. خلينا نوعي شوي اكثر بهذا الموضوع عن الحالات اللي ما وراثيه اللي بتصير. اي اهلا. نحن بالفتره الاخيره هو شفنا شلنا الاضطرابات الوراثيه اللي حكينا عنها، الخلل تبع الكهربائي، شفنا زياده بنسبه حدوث الاحتشاءات المتعارف عليها عند اعمار الشباب، وشفناها كثير. نحن مارسنا السريريه شفنا شباب عمره 30 سنه احتشاء امامي، يعني ما خلل وراثي، بنعمل له قصه بيطلع شرايينه، غالبا هي شغلات خساريه حاده اصابت الشرايين، وكونه عمره صغير ما عنده طريقه معوضه بيصير فورا يا وفاه يا قصور، بيدخل بقصور المريض بقصور قلب نهائي. هذه الشغلات فعلا شفناها، بس نحن مشان ما نخوف العالم، هي وسائل موجودة بالعالم وإلى نسب شيوع عالميا، لكن وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة ما يصير تضخيمها، يعني مش ما تخاف العالم. يعني إذا ما يعني الناس هلا مات واحد بمحافظة، بتسمع فيه مثلا بقية محافظات، بيصير تضخيم للموضوع. هي إلى نسبة عالمية، ونسبتنا بسوريا تقارب النسب العالمية. أما التضخيم الإعلامي إلها مشان ما تخاف العالم إنه والله جاي. أما لاحظنا بالفترة الأخيرة إنه زيادة بنسبة حدوث حتى الاحتشاءات بالأعمار الصغيرة، قد يكون إلى علاقة بزيادة نسبة الضغط النفسي، وفي حالات تناول أدوية معينة شفناها عند بعض الناس مثلا بتناولوا أدوية بغير محلها، أدوية نفسية، أدوية شفنا شيوع لنسبة حدوث احتشاءات. بالإضافة إنه شيوع هذه له علاقة بانتشار العادات الغير صحية، ولا رأسها التدخين، يعني والضغط النفسي. والضغط النفسي له دور كبير بزيادة افراز الادرينالين، والادرينالين معروف من الشغلات المحفزة لحدوث التشنج او تضيق الاوعية الكلية وتحريض خسار لاحقا. فدائما بنشوفها خصوصا عند النساء الشابات الصغيرات، انه بنشوف احتشاءات بنصور شرايين القلب الطبيعي، بيكون هي عبارة عن مرض اسمه تاكل سوبوا، احتشاء عضلية قلبية محرض بالشدة. فالشدة النفسية بتلعب دور، لكن ما نبالغ فيها، نسبتها موجودة هذه بكل بلدان العالم، ونسبة حدوث الاحتشاءات ببلدنا قد تكون زادت نسبيا، لكن مانا من الشيء الخطير جدا انه مثل ان يتم تصويره، لانه الاعلام يسلط عليها الضوء اكثر من حجم الحقيقي. اكيد بنتمنى بالختام الصحه والسلامه للجميع. بدنا نتشكرك دكتور يعقوب مرهج، اخصائي بامراض القلب، على وجودك معنا على كل المعلومات الطبيه اللي حكينا عنها. بس بنهايه هذا بدي احب نوه على نقطتين موجودين كثير نسمع وبيحكوا معنا كثير ونشوف، انه شغل شائع لدى جميع الناس، انه والله اي واحد عمره فوق ال 40 سنه ياخذ اسبرين وميل دم، اي واحد بيجع صدره خذ حبه اسبرين. هذه الممارسه خاطئه وغير صحيحه علميا. يعني بيقولوا لك مثلا كثير ناس بيحكوا معنا لا ينصح باخذ الاسبرين، اسبرين غير منصوح به اخذه بشكل اعتباطي. اذا كان المريض خايف على حاله، عمره فوق ال 40 سنه، عالميا اي شخص تجاوز عمره ال 40 سنه بيعمل لحاله تقييم قلبي شامل يتضمن بروفايل شحوم. اما اخذ الاسبرين بشكل اعتباطي لكل واحد عمره فوق ال 40 ممارسه خاطئه وغير صحيحه علميا وضاره. لذلك بحب نوه لها، اذا كان بد مريض خايف على حاله بيعمل تقييم قلبي له، بيشوف مستوى الشحوم والسكر عنده، الضغط، وبيعالج عوامل على اساسه. وقتنا خلص دكتور، يعني بنتشكرك اكيد بالختام على كل المعلومات الطبيه اللي حكينا عنها. شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله الكل